أقامت سفارة مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع جمعية الصداقة البحرينية الأمريكية فعالية توزيع وجبات الإفطار على الصائمين في مركز آدم الإسلامي في واشنطن، وذلك برعاية سعادة الشيخ عبد الله بن راشد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية. برعاية سفير مملكة البحرين في واشنطن الشيخ السفير عبد الله بن راشد الخليفة، أقامت جمعية الصداقة الأمريكية البحرينية مأدبة إفطار رمضانية في مركز آدم الإسلامي في ضواحي العاصمة الأمريكية واشنطن. حضرها رئيس الجمعية وعدد من أعضائها الإداريين، تم خلالها توزيع وجبات إفطار على الصائمين في المركز. إحياء لسنن المصطفى صلى الله عليه وسلم بإعانة المسلمين في أداء فريضة الصيام، وانطلاقا من حرص الذي عهدناه من لدن سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على المبادرة الإنسانية بالخير والعطاء، فقد قامت سفارة مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة بالتعاون مع جمعية الصداقة البحرينية الأمريكية بتوزيع وجبات إفطار صائم على المجتمع الأمريكي المسلم بالتنسيق مع مركز آدمز بولاية فرجينيا، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك تخفيفا للأعباء التي عليهم، خاصة في ظل الظروف الصعبة والتي فرضتها علينا الجائحة، داعين المولى عز وجل في هذه الأيام المباركة أن يرفع الوباء عنا وعن البشرية أجمعين، وأن يحفظ مليكنا ورئيس وزرائنا ووطننا الغالي من كل سوء ومكروه، وأن يجعلنا ممن تقبل الله تعالى صومه وصالح أعماله. من جانبه، أكد رئيس جمعية الصداقة الأمريكية البحرينية الأدميرال المتقاعد جون ميلر إن عمل الجمعية في تطور مستمر، وإن هناك برامج وخططا لاجتذاب أعضاء جدد من الشعبين. هدفنا هو إيجاد علاقات صداقة قوية بين الشعبين الأمريكي والبحريني، ونسعى للتطور والنمو من خلال حضورنا مناسبات مشتركة كهذه في شهر رمضان المبارك. هذا وشدد الشيخ محمد ماجد رئيس مجلس جمعية حوار الأديان والسلام الأمريكية على أهمية هذه الجمعية لتعزيز مفردات الحوار والسلام بين الأديان، خصوصا وأن مبادرة الإفطار جاءت في شهر رمضان المبارك. هذا اللقاء اليوم في هذا الشهر المبارك هو لقاء صداقة فعلا ما بين الجمعية الصداقة الأمريكية البحرينية والمسلمين في أمريكا وزيارة هذا المركز، تعبير عن من هذه الجمعية بالاهتمام بشهر رمضان المبارك وتهنئة المسلمين بشهر رمضان المبارك، والعلاقة بين البحرين وأمريكا علاقة قديمة عريقة، وهذه الجمعية تمثل هذه العلاقة. أكثر من 30 عاما هو عمر جمعية الصداقة الأمريكية البحرينية ساهمت من خلالها بترسيخ العلاقات الاستراتيجية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تشمل مختلف مجالات التعاون الصحي والتعليمي والدفاعي والأمني وغيرها. لتلفزيون البحرين، سالم العبيدي، ولاية فرجينيا، مركز آدم.